الريني صباه هنعملها ازاي؟ عبارة عن شوكولاتة سايحة، 250 جرام من الشوكولاتة بنحطها على حمام مية زي اللي قدام حضرتك ديت، وده بقية المقادير. 250 جرام بياض بيض، عندنا 250 جرام من الزبدة السايحة قدام حضرتك، 300 جرام من اللوز الباودر، وعندنا هو لسه جايبينه دلوقتي اللوز مش موجود دلوقتي، 300 جرام من السكر و60 جرام من الدقيق. تمام كده، ده بالنسبة للريني صباه اللي قدام حضراتكم. نقول المقادير تاني، عندي 250 جرام من الشوكولاتة الغامقة، عندي 250 جرام من بياض البيض، 250 جرام من الزبدة، 300 جرام من اللوز، 300 جرام من السكر، و60 جرام من الدقيق. طيب الرينس 200 جرام، اسف من الدقيق، 200 جرام اسف من الدقيق مش 60 جرام، قدامك المقادير اهيت، 200 جرام من الدقيق. طيب ده بالنسبه لايه؟ ادي اللوز قدام حضراتكم اهو. طبعا اساسي فيها الريني صباه، هي اساسها طبعا انت لو لقيت المقادير ديت كتير على حضرتك تقدري تقسميها على اتنين، يعني تقدري تحطي 250 جرام شوكولاته، تقدري تحطي 125 جرام من الشوكولاته، البياض البيض 125 جرام من بياض البيض وزني، 250 جرام من الزبده، 125 جرام من الزبده، تقدري تقسمي 300 جرام من اللوز، 150 جرام لوز، والدقيق 100 جرام دقيق، فانت تقدري اللي انت تقسمي المقادير ديت. طيب اول حاجه عندنا الشوكولاته هنا على حمام ميه قدام حضرتك اهيت، بسم الله، خلينا نوطي عليها بقى. خلاص ناخد عندنا الشوكولاته ديت قدامك اهيت، حمام الميه قدام حضرتك شغال. طيب نبدا نقوم واخدين عندنا بياض البيض واخدين عندنا الزبده الاثنين دول، ونبدا نروح فين هنا واقلب، وانا بنزل بياض البيض كده مع التقليب المستمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الموضوع في منتهى السهوله اهو، بص بقت عامله ازاي. تمام، طيب نبدا نعمل ايه بقى؟ هجيب عندي معيار صغير بس اللي هو اهو قدام حضراتكم كده، ونحطهم في الزبده بالظبط كده، نبدا ننزل بالزبده مع التقليب برضو نفس الكلام بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. ده الريني صباه، نوع من انواع الكوكيز، قلت لك جميل جدا جدا جدا، وحاجه حلوه قوي قوي قوي، طعمه خطير، هوريهولك كمان بعد ما يطلع من الفرن ان شاء الله هيبقى عامل ازاي. نقوم واخدينها ونقوم ايه راكنينها كده في جنب، ورايحين على بقيه المكونات اللي عندنا. يبقى عرفتوا التركيبه ازاي بتاعه الشوكولاته، الشوكولاته الدارك بنجيبها ونقوم حاطين عليها بياض البيض، وبعد كده بنقوم نازلين عليها بالزبده. بنقوم واخدين عندنا السكر نقوم ضايفينه هنا كل مره واحده، تمام، ونبدا ان احنا نقلب. ناس هتقول لي له علاقه بالبراونز، لا ملوش علاقه خالص، ده حاجه وده حاجه. بصوا الخليط ده عامل ازاي، حاجه محترمه قوي قوي قوي. طيب نبدا نعمل ايه بقى؟ نقوم واخدين عندنا البوله كبيره اكبر من دي شويه بصراحه عشان اعرف بس اعجن فيها، بحط عندي قلت لك لو المقادير كبيره عليكي بتقسمي المقادير دي لاتنين، اي مقادير بتاخديها من اي شيف لقيتها كبيره عليكي اقسميها على اتنين بس، الموضوع سهل. احط 300 جرام من اللوز الباودر مع 200 جرام من ايه؟ من الدقيق. جميل الكلام ده، نقوم واخدين ومقلبين الكلام ده كله مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو سيبش. بص يا باشا الجمال اهو، حاجه محترمه جدا جدا بين اللوز. نجيب عندي صواني او عندي اي صواني بنبدا نفردها، عندك حلين اتنين
تقدري تعملي فيهم اما صاجات تفرديها في صاج وبعد كده تدخليها الفرن، تبدا اللي هي تدخلها على درجه حراره 180، وبعد كده اما حضرتك تطلعيها تسيبيها تبرد شويه وبعد كده تبدا اللي انت تقطعيها. عملنا اول حاجه ريني صباه، وده بقول لك خدناها وحطيناها في الصاج قدام حضرتك اهوت، ودخلناها عندنا الفرن على درجه حراره 180. هو في الفرن دلوقتي بيبدا اللي هو اهو بص هيبدا يشد دلوقتي، حاجه حلوه قوي قوي تاكلي صوابعك وراها، لان طبعا باللوز وبالشوكولاته يعني في بصراحه في المكونات اللي فيه حلوه جدا. تعال نبص على الرين صباح عندنا، بص ايه الاخبار، الله على الريحه، حاجه حلوه قوي قوي قوي. هنا الاخبار الصينيه، انا عامل صينيه وعامل صاج لسه ايه دقيقتين كده، دي بتتقطع وبتطلع طعمها حكايه. تعال نطلع عندنا الرين صباح خلاص كده، ده حاجه حلوه قوي اهو باللوز ده وبالشوكولاته، حاجه ان شاء الله تعجبك قوي. هيطلع دلوقتي هقطعهولك بعد ما يبرد، وبعد كده نقدم عليه لو تقدم جنبه صوص شوكولاته مثلا زي ما حضرتك عايزه، لان خلي بالك هيبقى ناشف وما فيش شوكولاته فهينشف ده بعد ما يطلع، لان خلي بالك ما فيهوش بيكنج باودر ولا في اي مواد رافعه خالص، مفيش الا البيض. ونبدا نقطع السكينه في الحلاوه ما شاء الله اهو، نقطع وبعد كده نقوم واخدينها بايه بالطول مقطعينها كده ومظبطينها اهي عشان كلها تبقى مربعات واحده. بصي بقت عامله ازاي، كل مقاس واحد يجمد شويه او يبرد شويه وبعد كده نبدا ان احنا نطلعه، وقلت لك هيبقى ايه هيبقى هينشف عشان جوه القرمشه اللي فيه من قدام من فوق مش طبيعيه مع اللوز موضوع تاني. طبعا الريني صباه اللي احنا كنا عاملينها تحت في الفورمه دي خلاص خلصت برده نطلع